يبدو أن إصابة ابن تيمية ليست هينة، فما يقعده عنا إلى ذلك؟ لعله يستريح ويستجم مما كابد طويلا للإعداد للقتال واشتراكه فيه. هذا صحيح وهو حقه، ولكنه بالرغم من ذلك لا يقعد عن زيارتنا، خصوصا ونحن هنا في دمشق، ولهذا أطلب منك زيارته للاطمئنان عليه. سمعا طاعة يا مولاي. على أن تبلغه أن هذه الزيارة باسمي، ثم زره بعد ذلك كما تشاء. حي! الآن تأهل أخي عامر لأن يكون خليفتي حقا. عامر طاهر، ولهذا وصل، وصل بالوجد إلى المحو، فالوجد بالمحبوب هو طريق المحو في ذات المحبوب. ولكن هذا المحو لا يبلغه إلا أولو العزم من الصوفية، وهو درجات لا يرقاها إلا أصحاب الكرامات. وقد ظهر أن أخي منهم ونحن لا ندري. اتحاد المخلوق بالخالق هو الحق والحقيقة. هذه ليست زيارة مريض. هكذا شيخونا، لن تخرج من مجلسه إلا وقد قبضت قبضة من علم. عفوا عفوا يا أمير العرب، فما أعطي إلا ما أعطانيه علماؤنا السابقون رضوان الله عليهم. بقي أن نعرف مؤلفكم هذا. هذا كتاب جديد سميته تنبيه العاقل على تمويه الجدل الباطل. لقد أحسنت باختيار هذا الموضوع، فأهل الباطل في زماننا قد كثروا وانتشروا، وافتنوا في تمويه كلامهم والتلبيس على عامة الناس بما فيه من ضلال. أعانني الله على كشف تلبيسهم وتدليسهم. لعل شيخنا يتفضل مشكورا بتلاوة فقرات من مقدمة الكتاب. حبا وكرامة أيها الأمير، لقد قلت بعد حمد الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين، قلت: لقد بعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين للإنسان ما يهديه ويضله، وأنزل على رسوله الأمين الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمرهم بالاعتصام به حذرا من التفرق في الدين. ليتنا اعتصمنا بكتاب الله ولم نتفرق شيعا واحزابا. هذا من شر ما ابتلي به المسلمون مع تكرار تحذير الله ورسوله منه. لا ادري الى متى لا نعتبر ونتعظ. اكمل يا شيخنا اكمل. وقد حضهم الله على المناظرة والمشاورة لاستخراج الصواب والحق، حيث يقول عز وجل لمن رضي دينهم وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ثم تحدثت بعد ذلك في هذه المقدمة عن النهج القويم للصحابة رضوان الله عليهم في مناظراتهم وجدلهم، وكذلك عن سلفنا العظيم حيث كانوا يتناظرون ويتجادلون في الحق وللحق. وليسوا كهؤلاء الذين يتجادلون في زماننا في الباطل وللباطل. لقد قلت في هؤلاء: ثم إن أهل الضلال والبدع والأهواء صاروا مولعين بنوع من الجدل المموه استحدثته طائفة منهم،
وألحقوه بأصول الفقه والدين، وراوغوا فيه مراوغة الثعالب، وزوقوه بعبارات موجودة في كلام العلماء وضعوها في غير موضعها، وألفوا منها الأدلة تأليفا غير مستقيم، ولجأوا إلى المغالطة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإمعانا في التمويه والتضليل، يلجأ هؤلاء إلى أن يدخل في كلامهم بعض القواعد الصحيحة، لكنهم إنما يأخذون منها الألفاظ والمباني دون الحقائق والمعاني، وهم في تزييفهم هذا كتزييف الدرهم، يخدع العين ولكنه ينكشف مع النقد لكل عين. وسأخذ في كتابي هذا بتمييز الحق من الباطل، والكشف عما في أقوال هؤلاء من تمويه على العاقل. أنتم أقدر على محاربة ابن تيمية واجتذاب الناس إليكم بأفكاركم التي تعرضونها عليهم في صورة منطق وفلسفة، بما لديكم من قدرة على التعمق فيهما. ومذهبنا وحدة الوجود، له أنصار وأتباع يستطيعون التشويش على هذا الرجل. ولا تنسى أصحاب الطرق الصوفية الأخرى، ولهم غالبية المريدين وبخاصة من العامة الذين يسر التأثير فيهم واجتذابهم. معذرة يا صالح فيما أقول، تعقيبا على موضوع العامة من مريديكم. عذرك معك يا ابن المرحل. الاعتماد هنا على العوام يبلغ سلام الاهتمام، فالعامي قد يسهل اجتذابه لأمر وإقناعه، ولكن يصعب بعد ذلك اقتلاعه. لهذا كان الويل كل الويل لعالم حين يبتلى بمناقشة جاهل. وأنتم أيها العلماء تستطيعون أن تحولوا أقلامكم إلى معاول هدم ضد هذا الرجل، فهو أولا وآخرا واحد منكم، وهذا يجعلكم أعرف بالمواطن التي يمكن مهاجمته منها. هذا حق أيها الأمير. ابن مخلوف وابن مرحل لا يدخران وسعا في مهاجمة ابن تيمية وتأليب الناس عليه. ولكن لا تنسوا أمرا بالغ الأهمية، وهو أن أغلب العلماء يؤيدون ابن تيمية لأنه يدعو إلى الأخذ بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ومن يستطيع من العلماء أن يخالفه في ذلك؟ إذن فيما تختلفون معه أنت وابن مخلوف وأمثالكما ممن يعادونه من العلماء؟ نختلف معه في بعض مسائل الفقه وما يتصل بها من الآراء المذهبية، ولكن أهم ما نختلف عليه وبشدة رأيه في صفات الله عز وجل. هذه أمور تتصل بالعقيدة، ويمكن إثارة الناس ضده فيها واتهامه بالزيف والضلال، كما يتهمنا هو في ذلك في وحدة الوجود. هذا ما نعلنه. لا يكفي أن تعلنه أنت هنا في دمشق، أو أن يعلنه ابن مخلوف هناك في القاهرة، ولكن عليكم تجميع أنصار لكم بكل الوسائل وحشدهم ضده. ونحن على استعداد لتأييدكم واستخدام نفوذنا وسلطتنا لنصركم عليه ما دام تعرض لأمور تأخذونها عليه في العقيدة، وهذا ما نرضاه. ولكن السلطان يؤيده، وهو أيضا يؤيد السلطان، وقد ازداد قوة بعد الانتصار على التتار، وهذا ما يجعل مهمتنا أصعب والخطر علينا أشد، ولكننا بتكاتفنا وتعاوننا سننال منهما معا. ما دام معنا الأمير السلار نائب السلطنة بمصر، والأمير بيبرس أستاذار السلطان،
فنحن نملك زمام النجاح، ولكن استعينوا. اطمئن يا مولانا، اطمئنوا، فاجتماعنا هذا وكل اجتماع او تدبير لنا سيبقى في طي الكتمان. ايعود السلطان الى القاهرة قبل ان يطمئن على انهاء طرد التتار من الشام؟ انها فلول تطلب النجاة بالفرار. لقد كسرناهم في موقعة شقحب كسرة لا قيام لهم بعدها، فلا خطر يتهددنا الآن. وأهل الجبل يلوذون بالفرار مثلهم. كانت خيانتهم وغدرهم بنا أثناء المعركة أشد علينا من قتال التتار. ما كنا نتصور وقوع ذلك منهم، وكأن هذه ليست بلدهم. بل ما كان علي أن أقبل توبتهم التي أعلنها سنان وأعوانه من قبل. فمن هنا بدأت غلطتي الأولى التي ترتبت عليها الغلطة الثانية، وهي قبول انضمامهم إلينا. وكان نتيجة الغلطتين هذه الكارثة التي كادت تحدث بانسحابهم المفاجئ أثناء المعركة لولا لطف الله وتأييده. وهل كنت تعلم الغيب يا شيخنا؟ لم يكن لك إلا أن تستجيب لما أعلنوه من التوبة. شر الأعداء على أية أمة من كانوا من أهلها يحاربونها من داخلها، فهم أشد خطرا على الأمة من عدوها الخارجي. ومثل هؤلاء وأولئك كالوباء، فإذا هددك وباء خارجي فيمكن أن تستعد له وتقاومه أو تعمل على تجنبه. ولكن إذا كان الوباء في داخلك فإنك ستفاجأ به، وبهذا تكون غير مستعد له، وعندئذ تصبح مقاومته بالغة الصعوبة وقد تطول وتطول. والعضو السليم قد يصيبه السقيم. وقبل هذا وبعده، فإن الوباء الخارجي مهما بذلت في مقاومته فإنه لن ينهك قواك مثل مقاومة الوباء الداخلي. هذا إذا لم يترك في الجسم آفة أو عاهة أو يجعله غير صالح للحياة. المأساة حدثت هنا حين تفرقنا وتنازعنا بالسلاح، ثم استعنا بعدونا بعضنا ضد بعض، فسقطت دولة بني العباس بالسيف المسلم قبل أن تسقط بالسيف التتري. ومأساة تحدث هناك في أرض الأندلس، فهي لم تتعظ بما جرى لدولة بني العباس، وإني لأكاد أسمع أنين العروش الأندلسية وهي تخر وتتساقط. فخبروني ما فائدة التاريخ، خبروني ما فائدة التاريخ. إنني الآن مطمئن عليك بعد أن بلغت درجة الوصول رغم ما تعانيه منها. كلما طالت معاناته واشتدت كان هذا دليلا على اندماجه وذوبان نفسه في حب الذات العلية ووصوله الى القطبية. حي هو الله. انني اتكلم بلغة طريقتكم او اغلب طرقكم الصوفية، اما نحن فنؤمن بوحدة كل الموجودات في موجدها سبحانه جل شأنه. يعني انتم جاهزون من الاول، لا تحتاجون الى مراحل من الوجد والعشق ثم الوصول ثم المحو، فانتم ممحوون في كل شيء موجود حتى في خالق الوجود. لا تأخذه على ما يقول، فهو يجهل مثل هذه الامور لأنها فوق مستوى تفكيره الذي لا ينحصر إلا في معدته. هذا خير لي ولكم. اللسان سلاح ذو حدين، حد للطعام وحد للكلام. لا نريد أن نثقل عليك بزيارتنا حتى تظل في اندماجك الصوفي. Thank you.
أخبار عدنان؟ يبدو أنه ما زال يشارك في مطاردة التتار وأهل الجبل، ولكن غيبته قد طالت يا زين الدين. لا تنسوا ما تعاهدنا عليه، وأهم شيء هو اتفاقنا نحن، فهدفنا واحد وإن كانت وسائلنا إليه مختلفة. اختلاف الوسائل أفضل من اتفاقها ما دامت كلها متجهة إلى الهدف. صدقت صدقت يا صالح، فتنوع الوسائل خير من تكرارها، لأنه يجعلها تتكامل وتحاصر الهدف من كل اتجاه. هل ستقوم حرب أخرى نحاصر أعداءنا فيها؟ لماذا تقف هنا يا زحل؟ امض إلى الزاوية وأشعل فانوسا. الشمس لم تغرب بعد يا جعفر. هل تناقشني يا زحل؟ إنها على وشك أن تغرب، وعلينا أن نستعد بالفانوس قبل حلول الظلام. لا تناقشه يا زحل، فمناقشته هم وخبل. ساذج، يبدو كالعبيط. من هنا قد يكون مصدر خطورته. فلنعد إلى مصدر الخطورة علينا نحن. ابن تيمية، إذن هيا نضع أيدينا معا ونتعاهد على أن نكون له بالمرصاد، وأن نقاوم حملاته علينا بما هو أشد منها حتى يسقط ونتخلص منه. وستبارك صخرتنا المقدسة هذا العهد حي. أليست صخرتنا جزءا من الخالق سبحانه وتعالى في مذهبكم وحدة الوجود، أم هي خارجة عن الوجود؟ حاشا لله عز وجل، خالق كل موجود. عجيبة كل هذه المدة وأخي عدنان يطارد التتار. يبدو أنه لا يريد أن يتركهم حتى يطمئن على فرارهم من حدودنا. أو يهاجم حدودهم. فال الله ولا فال. لا شأن لنا بحدودهم يا منصور. بل ليته يهاجم حدودهم ويتوغل فيها مع الجيش والمتطوعين. ما هذا الذي تقول يا ولد؟ صحيح الولد لخاله، لسانك طويل مثل لسانه، ولكن خالي هذا لم يحارب، فأنا طالع لخالي خالي لجدي عدنان، وطالع أيضا لأبي. وقد علمنا أستاذنا قول الشاعر: ومن يشابه أبه فما ظلم. أظنه أستاذك ابن تيمية الذي علمك هذا. بل أستاذ النحو في مدرستي. أما أستاذي العظيم ابن تيمية فإنه قد علمني بس يا ولد، فضها سيرة. ألا يكفي وجوده معنا في هذه الكتب التي يزاحمنا بها في مجلسنا؟ هذا ليس كتابه، بل هو كتاب منتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي، صاحب المدرسة الجوزية التي يتعلم فيها راشد. بل صاحب هذه المدرسة هو ولده محي الدين. وهل تظنين يا حماتي أن كل الكتب من تأليف ابن تيمية؟ وما ذنبي؟ أنا لا أجد لكم سيرة إلا فيه، كأنه العالم الوحيد في البلد. بل هو أعظم عالم في البلد. ليس في البلد وحده، بل في كل بلاد المسلمين. ألا يسمونه شيخ الإسلام؟ كروا في الكلام علي، كروا. رأيتم ما كدنا نجيء بسيرته حتى أخذتم تكرون في الحديث عنه. يبدو أنه لا حديث لي معكم الليلة ما دمتم تتحدثون عن شيخكم. طبعا فأنت لا يعجبك إلا الحديث عن شيخك صالح. وما العيب في صالح؟ يكفي أنه زوج الست عاتكة ابنة عمك، وهو رجل مبارك. قولي له يا أمي. رجل يلم الناس ويعمل بهم حلقات ذكر، ومعهم العازفون والمنشدون، حلقات تشرح الصدر. أليست أحسن من حلقات دروسكم؟ يبدو أننا الليلة في حلقة لن نستطيع معها القراءة. ولا تشبع من الكتب التي في دكانك؟
أمينة. نعم. لماذا تتعرضين مني؟ ولماذا أتحدث معك؟ لتفهمين. صار لكل منا لغة تختلف عن الأخرى. بل لغتنا واحدة يا أمينة وستظل. كيف وأنت تدور في أفلاك القطبية الصوفية وصارت لك لغة فلكية لا يفهمها إلا الأقطاب أمثالك؟ هل صدقت حقا ما زعمت؟ لقد كنت أدور وما زلت في فلكك أنت. وعودتك إلى الطريقة مع أخيك، عودتك ثانية إلى الشعوذة. وما أصابني كان بسبب هذه العودة وسخطك عليها وظلمك لي. وهل عدم رضاي ظلم لك؟ كل ما أطلبه أن تتفهمي موقفي، أن تقدري الظروف التي نحن فيها. هذه الظروف أبغضها ولم أعد أحتملها. أرجوك يا أمين انتظري. لدي موعد لزيارة سعاد ابنة خالتي حميدة. ما هذا الذي تقولين يا أمينة؟ قلبي يصدق وعقلي يرفض. في مثل هذه الأمور يكون القلب أصدق. ولكن شخصية أخيه صالح طاغية مسيطرة عليه وهو ضعيف أمامه. أنت بموقفك هذا تزيدينه ضعفا. أهذا رأيك يا سعاد؟ أنت ظالمة له ولنفسك. مكانك المفضل حين تجيء أمينة. أمي، أنا لا أدري كيف تعرف مواعيد زيارتها لنا. هل تشم على ظهر يدك؟ لا يا أمي، فأنا اذهب إلى دكانك. امشي. هو الله كريم يحب كل كريم. العادة يا عمنا لعلها تحظى برضاك. بورك فيكم بورك فيكم. أرجو أن تكون مقبولة لديك يا عمنا وتعمنا بركاتك. أدخلها إلى البيت يا حسان. هاي كريم يحب كل كريم. أرجو أن تتقبل هذه الهدايا يا عمي صالح. ماذا يا أمينة؟ انتظر. حقا في العجلة الندام. نعم في نسيانك هذا، ولكن في موضوعنا نحن في العجلة كل السلام. ها أليس لكل قاعدة استثناء؟ هيا هيا فالآن في تأني الندام. فالإنسان بدون هداية الله ظلوم جهول، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج الإنسان دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه، ورضاه وغضبه، وفعله وتركه، وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله الإنسان ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل كان فيه من الجهل والظلم
ما يخرج به عن الصراط المستقيم. لك فزعت هكذا يا عامر؟ لا عليك، لا عليك يا عامر، لا عليك يا بني. ليتني مثلك أستطيع أن أتعلم من شيخنا ابن تيمية، لكنها السن أو العجز أو هما معا. البس البس هذه العباءة الزائفة مثل عباءتي حتى نستطيع أن نخرج إلى عرض الطريق ونسير بين الناس. هكذا نلبس الزائف لنسير بين الناس؟ هكذا تكون حياتنا يا عم مسعود؟ كثير من هؤلاء الناس مثلنا، فإذا كانوا لا يلبسون هذه العباءة الزائفة وهم يلبسون من جلودهم مثلها. وهذا يحزنني أكثر. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولكن بعضهم يزيف نفسه مضطرا لكي يعيش، وبعضهم يزيف نفسه لكي يغنى كما يفعل أخي صالح. لقد خدعني حينما كنت شابا مثلك. كيف؟ اجتذبني إلى طريقه أو إلى طريقته الصوفية حتى سيطر علي وأغرقني في مجالس الذكر، فلازمته حتى أصبحت هكذا بلا عمل. وخدعني ثانية حينما تزوج من أخت عاتكة بعد وفاة زوجها لعله ينجب منها، وهو لم ينجب منها حتى الآن. لأنه هو غير منجب وغير نجيب. عفوا عفوا أيها الأمير، تفضل. أيها الأمير، كيف حالك الآن يا شيخنا؟ الحمد لله. خبرني أيها الأمير عن المطاردات الأخيرة لفلول التتار. لقد وصلتني الأنباء بأنها انتهت بحمد الله، والجيش والمتطوعون في طريق عودتهم إلينا. أعادهم الله إلينا سالمين غانمين، ولكن أهل الجبل الخونة يبدو أنهم أفلتوا منكم وفر أكثرهم مع التتار. بل تبين أنهم عادوا إلى جبلهم. ماذا؟ ومعهم سنان وحيدر. لا يمكن أن يعود هؤلاء الخونة الغادرون إلا إذا كانوا يعتمدون على قوة تحميهم. بلغني أنهم شحنوا جبلهم بأسلحة ومؤن هائلة تركها لهم التتار، وأنهم يقومون بتحصينات في كل أنحاء الجبل ليجعلوا حصونهم منيعة. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أيها الأمير، هؤلاء واجب الضرب على أيديهم، وأول عمل سأقوم به بعد شفائي إن شاء الله هو أن أكتب في أمرهم إلى سلطاننا بالقاهرة. السلام عليك يا شيخنا. وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. لا تجهد نفسك، فأنا أعرف الطريق. إبراهيم، إبراهيم. نعم يا سيدي. اسحب الأمير إلى الباب. أستودعك الله. في رعاية الله أيها الأمير. أرسل زوجتك إلى الست حميدة لتسألها هل وصلتها أنباء بشأن عودة أخيها عدنان من مطاردة التتار؟
وانطلق أنت وتقصى أخباره في كل مكان يظن وجوده فيه، وسل عنه كل من له صلة به. أمي. نعم يا منصور. أريدك أن تتقدمي إلى عاتكة لطلب يد ابنتها أمينة. يا كم أنت شديدة الذكاء يا أمي. وكم أنت شديد الغباء يا ولدي. ما هذا؟ بل ما هذا منك يا عديم الفهم والإحساس؟ كيف لم تدرك أن خالك عدنان غائب ولم يعد حتى الآن؟ ابن تيمية الذي نقول فيه ونعيد بعث اليوم يسأل عنه وأخذ يتقصى أخباره، وأنت ابن أخته، ابني، لا يشغلك غياب خالك ولا يعنيك ابن أختك راشد الذي ما زال في فراشه مصابا بجراحه، ولكن الذي يشغلك هو نفسك والتعجيل بالزواج من حبيبة القلب أمينة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اقتراحك يا ابن تيمية بالحضور إلى زاوية عدنان برغم جرحك التفاتة طيبة منك، بل وفاء لأخوتي في الله والجهاد في سبيله. أسأل الله تعالى أن يعيده إلينا معافا من كل سوء. سمع الله منك يا سيدي. لا أدري لما يوغل هكذا عمي عدنان في مطاردة التتار. يبدو أن نزعة التصوف أو الزهد المتأصلة فيه تجعله لا يبالي بأن يبذل كل شيء ولو كان حياته في سبيل الله. كم أعجب لأمر عدنان وصالح. ما الذي جعلك تتذكر صالحا يا سيدي ونحن نتحدث عن عمي عدنان؟ بل حديثنا عن عدنان هو الذي جعلني أتذكر صالحا، لأن بعض الناس يضعونهما على طريق واحد هو طريق التصوف، مع أنهما متباعدان بل متناقضان أشد التناقض. فعدنان على طريق يبذل فيها حياته جهادا في سبيل الله، وصالح على طريق يحرص فيها على حياته فرارا من الجهاد في سبيل الله. عدنان يعيش من عرق يده، وصالح يعيش من عرق الآخرين من مريديه، فكيف يساوي الناس بين الاثنين؟ بل هناك ما هو أنكى وأفدح. ألم نفاجأ بأن بعض الذين يتعاونون مع التتار هم ممن ينتمون إلى بلدنا ويزعمون أنهم مسلمون؟ سنان وأعوانه قاتلهم الله. ما أتعس بلدا أعداؤه من أبنائه فهو كمن يغوص بخنجره في أحشائه. تعال يا شرف الدين. واصل البحث عنه ولا تتوقف. شرف الدين. نعم يا أخي. لقد نسينا نائب السلطنة، نسيناه بما له من نفوذ وقدرة واسعة على البحث عن طريق رجاله وشرطته. فاذهب الآن إلى الأمير جمال الدين وأبلغه طلبي بأن يبحث عن عدنان. واذهب أنت أيضا يا زين الدين وابحث عن من عاد من المتطوعين الذين كانوا يطاردون التتار، خصوصا من كانوا مع عدنان، واسألهم عنه. سبعا وطاعة يا أخي. زين الدين. نعم يا أخي. أغلق دكانك وأطلق عمالك في أنحاء البلد وما جاورها للبحث عن عدنان. إبراهيم. إبراهيم.
عن خالي عدنان؟ قد كلت قدماي من البحث عنه. وهل علمت اي شيء؟ كل من قابلتهم من العائدين مع الجيش لم يعرفوا عنه اي شيء. امي في هم شديد لغيابه. كلنا كذلك، وانا بالذات يتضاعف همي لغيابه. يؤخر أمرا صار بالنسبة لي ولكم. سأتقدم بخطبة أمينة وأصبح سهرا لكم، لكن غيبة خالي تعوق هذه الخطبة، فأسأل الله ألا يتأخر. والله يا حميدة ولا لك علي يمين، ما علمت إلا اليوم من ابنتي أمينة. أمينة فيها الخير والبركة، لقد جاءتني اليوم لتطمئن على عدنان وبقيت معنا مدة طويلة. هذا أقل واجب عليها يا حميدة، أليس عدنان أرجعه الله بالسلامة؟ يا رب يا رب. أليس عدنان ابن عمي وهو بمنزلة خالها مسعود؟ أرجع الله أخي بالسلامة حتى تصبح صلتنا أكثر من ذلك إن شاء الله. كلام بيني وبينك، ابن منصور يريد ابنتك أمينة. حقا؟ هذا يوم المنى يا عاتكة، يوم المنى، فابن منصور لن يجد أفضل من أمينة لتكون زوجته، وأمينة لن تجد أفضل من منصور. ولكن ماذا؟ هل فيه ولكن يا عاتكة؟ نعم يا حميدة نعم. ألم تقولي إن ابنتك لن تجد أفضل من ولدي؟ وما زلت أقول. وما لزوم لكن إذن؟ حان أخو زوجك صالح؟ لقد تكلم مع صالح في زواجه من ابنتي أمينة. كل شيء قسمة ونصيب، وما زال الموضوع مجرد كلام. لقد وعدتك من قبل بأن تكون أمينة زوجة لك. وهل لدي أعز من أخي وخليفتي على الطريقة؟ لا، أمينة لن تكون زوجة لغيري. اهدأ يا ولدي، المثل يقول كل شيء يمكن أن يكون بالخناق إلا الزواج، فلا يكون إلا باتفاق. ولكني أغرقت عمي صالحا بالهدايا. سيعتبرك من المريدين في الطريق، وأن ما تقدمه له هو العادة التي يقدمها المريد لشيخه في الطريق. ولكنها هدايا كثيرة كثيرة. غيرك من المريدين قد يقدم أكثر. ولكني أذكر أنني لمحت له بأن صلتنا ستزداد قوة، وأن مخك أبراجه كلها طارت. ما هذا؟ أتسخرين مني؟ بالرغم مني فأنت ابني، ولكنك أحمق، لا تريد أن تفهم أن الذي وعده بالزواج هو أخوه؟ صالح أخوه المال، وتقولين عني أحمق؟ قولي ما شئت، ولكنها الحقيقة التي لمستها بنفسي فيه. هل أقول لك الحقيقة التي لمستها فيك بنفسي؟ هي حقيقة يا أمي. أنت لست أحمق فحسب، أنت شديد الأنانية، لا هم لك إلا نفسك ونفسك فقط، ثم على الدنيا وعلى الجميع السلام. ألا تفكر في خالك عدنان؟
لو أنني كنت سليما لقلبت الشام كله بحثا على عدنان. وهل قصرت في البحث عنه يا ولدي؟ لقد جندت أخويك وغلامك وتلميذك حتى نائب السلطنة كلفته باستخدام شرطته في البحث عنه في مختلف أنحاء الشام. المهم أن أجده يا أمي، أن أطمئن عليه، فإنني أخشى أخشى. جمعت الآن يا سعاد؟ دينارين وسبعة دراهم فقط، هي التي استطعت أن أقتطع من مصروف البيت بكل مشقة وحيلة. أما أنا فلم أستطع أن أقتطع سوى دينار وأربعة دراهم. والعمل؟ لابد أن نفكر في حيلة للحصول على نقود كافية لنذهب إلى ستنا الصخرة من أجل أخي عدنان، فبركاتها هي التي ستعيده لنا. يا رب يا رب. ولا تنسي أن نروح إلى سوق الشمعين لنشتري لها الشموع. يا رب، بحق بركات ستنا الصخرة تكتب العودة لأخي عدنان. اللهم استجب وأعده لنا بالسلامة يا رب. اسمعي يا سعاد، لا مفر من أن نطلب النقود من عبد الرحيم ومنصور. هل هذا معقول يا أمي؟ كم أنت عبيطة، ألست تقولين يا أمي؟ ما هذا العبط الذي حط على نفوخك يا بنت؟ هل نطلب منهما النقود عيانا بيانا؟ ها هما قد حضر، هيا كل منا الى صاحبه. هل احضرت الكتاب الذي طلبته منك يا ابي؟ ها هو يا ولدي. ايه كيف حالك الان؟ بخير يا ابي، لقد كدت انتهي من كتاب التوسل والوسيله لاستاذ ابن تيميه، ولكن كيف حاله الآن يا أبي؟ في أنشط حال ويبلغك تحياته. في أنشط حال؟ فلما لا يزورني إذن؟ يزورك؟ يبدو أن إصابته هذه كانت نعمة على العلم. كيف يا أبي؟ هل تتخيل أنه أعطاني حتى الآن 3 كتب يعمل النساخ في الدكان على نسخها؟ 3 كتب يؤلفها في عدة أيام وهو في الفراش، ونتوقع منه المزيد، فهو لا يكف عن الكتابة. كما لا يكف تلميذه عن القراءة. هذا خير وبركة يا سعاد. الخير أن يشفى أولا من جراح. الجراح؟ لا تفتحي على نفسك هذه الجراح التي أصابتني بسببك. هكذا هكذا يا عبد الرحيم، لا تريد أن تنسى؟ أنت التي تفتحين هذا. سأغلق فمي وافتح أنت كيسا. هذه إحدى عجائب الدنيا، فأكياس النقود لا تفتحها إلا ألسنة النساء، فكيف يفتح كيس بفم امرأة مغلق؟ الويل لكيس الرجل إذا سلط عليه لسان المرأة. سلامتك يا أمي، ماذا بك؟ هل آتي لك بطبيب؟ بل تأتي لي بنقود وأنا أتصرف. أخرج كيسك هذا الذي لا يخرج إلا بطلوع الروح، وصب في كفي دنانير ودراهم أشتري بها أدوية من العطار. دنانير؟ لماذا؟ هل تنوين شراء محل عطارة تعالجين به نفسك؟ بخيل أنت، هكذا دائما بخيل. كان أبوك رحمه الله ونور قبره في غاية الكرم والبحبحة، ولا أدري لماذا لم تطلع مثله ولا مثل خالك عدنان، مع إنهم يقولون الولد لخاله. أين أنت يا عدنان حتى لا تحوجني لمقصوف الرقبة هذا؟ معذرة يا أم. ولكن أي دواء هذا الذي تشترينه بدنانير؟ أعطني كيسك لآخذ منه ما أشاء،
هل تفتح كيسك على صالح فقط؟ إليك الكيس يا أمي.